فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: أو يخرج هذا الحديث عن الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول، لكن في ذلك نظر. إذا يحمل على الكراهة التنزيه جمعا بين الأحاديث في مسألة الحرير في أسفل الثوب أنه محمول على الكراهة، كراهة التنزيه، وكذلك في طيب المرأة عند الخروج يحمل على التنزيه، ولكن الصواب أنه للتحريم وليس للتنزيه.